طيب بالمقابل انت كنت ما يطردوك من المدرسة مع انك ما كتير شاطر، مقابل انك انت تغني لهم بالحفلات، هل هذا الكلام مظبوط؟ كان في مهرجانات اذا بتتذكري هيك، طلائع وما طلائع ايه ايه وستة تشرين وال ايه طلعت فيهم. انا كنت كتير انا كسلان يعني مشاغب ايه مشاغب بالمدرسة، بنعرف بقى جايين الاساتذة والانسات يرشحوني لانه كنت غني لهم ايه دائما، مثلا بالفرصه بدل ما اطلع مع رفقاتي انا على الفرصه يحطوني عود غني الاساتذه الاساتذه والمدير يعني مدير المدرسه غني له، اخر شيء لاقي حالي نجحان. كيف نجحت؟ والله ما بعرف، بكل شيء ضعيف الا بالموسيقى جيد. طب تعتبر هي رشوه من نوع لا طريف بس هن بيحبوا الفن، يعني الفن بدي اقول لك هو لا بيزبط لكل شيء، بيزبط على كل شيء، وهو هيك مثل ما بيقولوا جرين كارد لكل شيء، بيوصل لكل قلب لكل هي. طيب انت كنت لما يناموا اخواتك تركض هيك لبرا وتسرق الموتوسيكلات تبعاتهم؟ نعم. وتسوق وكذا، حدا شيء مره انتبه عليك؟ حدا اكيد حدا قايل لك اياها من عندكم، اكيد طبعا هاي المعلومه من رفيقي يعني كثير مقرب لإلي. كم قتله اكل من هون بشرفك؟ والله شيء ثلاثه اربعه، ثلاث اربع قتلات. قد ايه كان ناموا اخواتي الكبار؟ تقريبا قد ايه كان عمرك حسام؟ شيء 8 سنين. ايه كان عندنا موتور سنفور. ايه هن بالاحياء الشعبيه فيك تقولي كان صعب شوي انه توصل السياره محل ما نحن كنا ساكنين. ايه تمام، بدك موتور لحتى الواحد يروح يجيب اغراض يجيب كذا، خليه لحتى نايمين واخذ الميتور. انا يوم ما واقفيني الجمارك، يوم ما واقفيني كذا، يمرقوني لانه صغير، ارجع لا يا اخي واقف لي على الباب وعامل لي هيك. ايه عرفتك؟ هو خوفا علي طبعا. طبعا لانه شو 8 سنين عم تسوق موتور. كل ما خلص شفت اول مره انا القتله خفيفه. ايه صرت اتعود خلص بقى رح ناكل قتله خفيفه، صرت اسرقه دائما انه سقفه قتله وخلصت للموتور. ولا خطر لهم اخواتك يعملوا جنزير او يربطوا شي. او شيء ولا شيء ابدا ولا شيء. طيب حتى عملت نسخه مفتاح كمان. عملت نسخه عن مفتاح. وامك شو كانت تعمل؟ الوالده شو كانت؟ امي طالما في يعني هي بهذا الموضوع ما كانت تتدخل لانه في خطر على حياتي. ايه طبعا عرفتي كيف؟ تتدخل انه خفف القتله علي، خفف كذا، لانه انا الصغير يعني. ايه بس كنت المشاغب. المشاغب والمدلل لا دائما عند الام بيجي الصغير اصغر واحد هو المدلل. ايه كم ولد انتم؟ كم اخ كم اخت؟ نحن تسعه. ما شاء الله عائله كبيره. كله بيغني وبيعزف. ايه من امي. ايه من خالتي كمان، يعني كلنا على بعضنا من الوالد 15 واحد. ما شاء الله كمان كلهم فنانين. ما شاء الله. امتى اول مره غنيت فيها بتتذكر انت وصغير؟ كان عمري 12 سنه. هي اللي بتتذكرها؟ اللي بتتذكرها. قبل اكيد مغني. قبل مغني بالمدارس ومغني بعراس يعني واحد. قديه بتعني لك هي البدايات بحياتك؟ قلت لك هي ما بتنتسى امل. ما بتنتسى. يعني قلت لك شغله، يا ريت نرجع. يا ريت نرجع. بترجع بتحن لهذا الزمن؟ يعني ولك نلغي كماله البرنامج ونضل بالماضي؟ لا 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 انا ما عم اقول لك في امل طبعا، نحن في امل بكل شيء، بس يا ريت نرجع. كانت الحياه هذيك ابسط. في بس في بساطه اكثر من هلا، عرفتي كيف؟ هلا صار يعني بيني وبينك النت والدنيا نزع كل شيء. ايه خرب يعني خرب من جهه وصلح من جهه. ما عاد في مثل اول كانت الحياه الفه بس. وحنيه العالم كله انت بتعرفي سافرت، وابن عمك مدري وين، وابن خالك مدري وين، واخوك مدري وين. صح يعني ما انا مثل اول. كان مثلا اول يوم العيد تلاقي كل اهلك هاللمه كلها كل اهلك مجتمعين كل كذا. هلا بدك تصيري تدقي تعيديهم مدري باي بلد. مزبوط. هلا صارت ببلاش وعلى الواتساب كل عام وانتم بخير وبتصفقها على بقول لك يلا عيدنا انه خلص عيدنا انه طلع الاسم عندهم. تمام.